وعلى بركة من الله وتوفيقه، أعلنت هذه الانطلاقة انطلاقة وتحديات شوطنا الحادي عشر والخاص بسن الإبكار، الثنايا من مسافة 8 كيلومترات من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. وفي هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، الغالي الغالي على قلوب جميع ملاك الأصالة وعشاق هذه الرياضة، وفي هذه الفترة فترتنا المسائية حيث أعلنت هذه الانطلاقة انطلاقة شوطنا الحادي عشر، أذكر لجميع المشاركين بأن جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نيسان باترول ستيشن. انطلقت الدعوات وانطلقت أمنية المضمرين، وانطلقوا هؤلاء النجوم بحثا عن هذا الناموس الكبير وبحثا عن هذا الناموس الغالي. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لأتابع أول المتقدمين، لأتابع صفرية لناصر بن عبد الله بن أحمد بالمسند، من يقدم لنا صفرية على المركز الأول يقدمها في عملية التضمير. الله يا بنبطي، الله، راشد بنبطي الزعبي هو القائد لهذا الشعار، هو القائد لهذه الذلول، هو القائد لهذه النجمة وهذا الشعار الكبير الذي صال وجال كينج السيوف. وشعار كينج السيوف ينطلق على المركز الأول وفي عملية التضمير شرس وكبير من كبار المضمرين. راشد بنبط الزعبي هو المقدم لصفرية على المركز الأول. المركز الثاني رشيد، ليتقدم زايد بن سعيد بالأجبع الخيارين، من يقدم لنا صفرية على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم، أتابع منوة لينطلق صالح بن سعيد بن محمد المري، من يقدم لنا منوة على المركز الثالث. يتسلل بدورها، تتسلل إلى المركز الثاني. أما المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات القدوم والوصول مع هذا الشعار الجذاب، وصلت ليتقدم الجربوعي سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري، من يقدم لنا الجذابة الجاذبة للأنظار، الجاذبة للأذهان، ما شاء الله وتبارك الله. المركز الخامس أتابع الوصول، أتابع الانطلاقة، مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بشعار رسمي وشعار الشلفة للعمانيات في هذا المساء. يتقدم شعار الخيارين ليقدم لنا مراسيم مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، هو القادم مع مراسيم كما قدم لنا رسمية والعديد من الأسماء. ولكن العودة إذن إلى مقدمة الشوط، إلى أول الأسماء، إلى صفرية يا المسند، صفرية، صفرية المسند على المركز الأول. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هو القادم والمتقدم معه صفرية على المركز الأول، من يقود المسيرة، من يقود هذه الطلائع، من يقود هذه الأصايل بحثا عن النسان. السلام، يا سلام يا سلام. المركز الثاني من ليتقدم المري ويقدم لنا منوة، صالح بن سعيد بن محمد المري هو القادم والمقدم لنا منوة على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع في هذه اللحظات رشيدة، هي من تتقدم
آدم. على المركز الثالث زايد بن سعيد بالأجبع الخيارين هو القادم والمقدم لنا هنا على المركز الثالث. من يقدم لنا رشيد، ولكن اللي على المركز الرابع أتابع أراقب وأناظر وأطالع وأتابع هذا القدوم. وصلكم بالنور ليقدم لنا حرب. مبارك بن سعيد بن مبارك بن نورة المري من يقدم لنا حرب على المركز الرابع. وبن نورة نور الميدان بحضوره يقدم لنا حرب على المركز الرابع. انتصفت المسافة يا كبار، انتصفت المسافة يا نجوم. المركز الخامس أتابع جذابة الجربوعي تتقدم على المركز الخامس الجذابة وسعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. من يقدم لنا الجذابة على المركز الخامس الجاذبة للأنظار؟ يتقدم هنا أبو راشد سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي. من يقدم لنا الجذابة؟ ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول الأسماء، إلى من غيرت من تغير في هذه اللحظات وتغير زمام الأمور مع صالح بن سعيد بن محمد المري. من يقدم لنا منوى على المركز الأول؟ المركز الثاني الله يا صفرية، الله يا صفرية. من يقدم لنا صفرية؟ ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. من يقدم لنا صفرية؟ يقدمها في عملية التضمير، يسايرها ويرافقها ويتابعها ويضمرها ويسايرها ويداعبها راشد بن بط الزعبي. من يقدم لنا صفرية؟ هذا المضمر الكبير، هذا المضمر المخضرم الذي لا يشق له غبار، هذا المضمر الذي دل دروب السيوف ودل دروب النواميس ويدل دروب الإنجازات دائما في المحافل الكبرى. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث أتابع الوصول، أتابع رشيدة بالأجبع الخيارين، زايد بن سعيد بالأجبع الخيارين. من يقدم لنا في هذه اللحظات رشيدة لتغير وتستلم زمام الأمور؟ ولكن القادمة الواصلة المنطلقة يا سلام، الله 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 الله، الجذابة غيرت ليتقدم لينطلق سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. من يقدم لنا الجذابة؟ الجذابة الجاذبة للقلوب، الجاذبة للأنظار. إذا رأيتك حار دونك ناظري، وإذا مدحتك حار فيك لساني. الجربوعي من يقدم لنا الجذابة على المركز الأول؟ المركز الثاني رشيدة، بينما المركز الثالث منوه ليتقدم بن سعيد صالح بن سعيد المري. بينما المركز الرابع أتابع صفرية ليتقدم ناصر بن عبد الله المسند. المركز الخامس الله 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 الله، لا باس لا باس لا باس. المركز الخامس أتابع عجب لمحمد بن حمد بن سالم الجربوعي المري. من يقدم لنا عجب؟ يا للعجب يا للعجب يا للعجب. خماسية خماسية كبيرة، والموتر في الانتظار، السيارة في الانتظار، والزعفران في الانتظار، والسلام
في الانتظار. إلى أين سيتجه السلام؟ إلى أين سيذهب السلام؟ إلى أين سيتجه السلام؟ ولمن سنبارك يا أهل الأصالة؟ لمن سنبارك يا أهل الندر؟ لمن سنبارك يا أهل السلالات؟ يا أهل الإنجازات؟ اقتربنا من النهاية ولا زال الجربوعي متحكم بالصدارة، لا يزال الجربوعي معاه الموتر، لا يزال الجربوعي متغزل بالموتر. ولكن أعجب عجب على المركز الثاني محمد بن حمد بن سالم الجربوعي من يقدم عجب، ولكن يا للعجب يا للعجب، انطلق شعار الأنيق، انطلق شعار كينج السيوف ناصر بن عبد الله المسند. هذه أمتاره، هذه أمتاره، ولكن الله الله يا اللورد، اللورد نوايد، اللورد نوايد السهلية. ولكن المسند، المسند والجربوعي، الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية. يا بنبطي يا بنبطي، العاشقون لا يغيرون ما يعشقون، العاشقون لا يغيرون ما يعشقون. المركز الثاني الجذاب، نوايد على المركز الثالث، ولكن ولكن صفرية المسند، صفرية المسند، شعار السيوف، شعار السيوف. ولا الجربوعي، جذابة الجربوعي جذبت الأنظار، ما شاء الله عليها وحواليها، طارت طارت. ولكن صفرية المسند شرس في المضمرين، شرس المضمرين، شرس في التضمير، شرس في المطاحن الكبرى، شرس في المعارك الكبيرة. الشرس، الشرس، الشرس لا يهدأ أبدا، لا يستسلم أبدا. الشرس راشد بنبطي الزعبي، مية على مية، مية على مية. يا بنبطي، يا بنبطي، ما الذي تفعله يا نجم المواسم، يا نجم المهرجانات، يا كينج السيوف، يا نجم السيوف يا الزعبي. المركز الثاني كان الوصول مع ميراد زيد بن محسن بن علي آل نديل. المركز الثالث كان الوصول مع الجذابة لسعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. المركز الخامس وصلت نوايد لهجر السيلية. إذا تهانينا، تهانينا وألف مبروك لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز صفرية وانتزاعها لسيارة هذا الشوط النيسان باترول ستيشن، تغادر مع صفرية لكينج السيوف لهذا الشعار، لشعار الأنيق. والتانية موصولة إلى شرس المضمرين راشد بنبطي الزعبي، من قدم هذه الجوهرة ومن قدم هذه الأسطورة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة و7 ثواني و19 جزءا من الثواني، بينما جاءت على المركز الثاني ميراد لزيد بن محسن بن علي آل نديلة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة 7 ثواني 85 جزءا من الثواني، لتأتي على المركز الثالث الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. توقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة 8 ثواني و85 جزءا من الثواني. تهانينا، تهانينا وألف مبروك لشعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند.